السلام عليكم جميعا. حقيقة أنا ما عندي كلمة بمعنى الكلمة، ولكن اللي قاعدة أشوف من الكلمات اللي انقالت كلها هو ذكر الموقف السياسي فقط للأستاذ عبد الوهاب حسين، في حين ما في أحد أبدا رجع إلى الأساس اللي تكونت عليه شعبية الأستاذ. شعبية الأستاذ بدأت من داخل وزارة التربية، شعبية الأستاذ بدأت وهو معلم في وزارة التربية عندما أثر على طلابه اللي هم الحين من مريدينه ومن جماعته، وهم أكثر الناس التصاقا بأفكاره، وطبعا أكثر بعد لما صار مشرف اجتماعي، يعني دخل في موضوع حل مشاكل الطلاب، فهو صار جدا جدا قريب إليهم من هذه الزاوية. بالتالي كان سهل جدا أن الطلاب هذلي لما يطلعون لما يكبرون يكونون فاهمين شخصية هذا الرجل بشكل مكثف، عارفين شنو، لأنهم تعاملوا معه سنوات وهم داخل المدرسة وداخل أسوار المدرسة وشافوا شلون هو يتعامل. بصراحة يعني أنا شخصيا لم ألتقي الأستاذ عبد الوهاب في حياتي أبدا، ولكن كان لي تعامل غير مباشر لأن كان عندي خال في مدرسة الشيخ عبد العزيز وكان شوي من المشاغبين، وكان في للأستاذ عبد الوهاب حسين دور كبير في تعديل السلوك وكيف أنه يعني اجتذب هذا الولد إليه. فهذا مجرد مثال على الواقع الفعلي اللي كان هذاك الوقت. بعدين طبعا لما صار الوضع السياسي ولما صار في التسعينات وما بعدها، بالتأكيد توسعت قاعدة الأستاذ، لأن الأفكار اللي حملها هي أفكار تحمل الخير للكل، هي أفكار لو تطبق فعلا يكون احنا بنعيش بخير وسلام. لكن ارجع واكد على ان الشعبيه الاساسيه بدات من طلاب صغار في داخل المدارس. طبعا حاليا الوضع اللي يعيشونه كل المسجونين، وهو الشيء الاساسي فيه انتهاك حق العلاج اللي هو اساسا مكفول دوليا واللي المفروض انهم يعالجون، لكن اللي احنا نشوفه واللي نعرفه ان عياده مثلا السجون غير مجهزه بالشكل الكافي، بحيث انها هي اصلا ما تقدر تستوعب الاعداد اللي موجوده. عدا عن ذلك فعلا منع كثيرين من انهم يحصلون العلاج اللي المفروض انهم يعالجونه، وهذا في حد ذاته يعتبر تعذيب مستمر. كون واحد انسان مريض يحتاج الى علاج وانت ما تعالجه، فانت قاعد تعذبه بطريقه مستمره وممنهجه ايضا، لانك تعني ما تفعل وتعي ما تفعل وتعي نتائج هذا ماذا ستكون. طبعا نحن مثلنا مثل كل اللي موجودين في البلد، احنا نطالب باطلاق سراح جميع معتقلي الراي وعلى راسهم الرموز طبعا والاطفال والنساء. شكرا.